أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن مجلس المناقصات والمزايدات قام خلال شهر فبراير الماضي بترسية 5 مناقصات بلغت تكلفتها الإجمالية 32 مليونا و 572 ألفا و 161 دينار، وطرح 17 مناقصة تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة تلبية لاحتياجات المواطنين. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المهندس أحمد الخياط وكيل وزارة الأشغال. أهلا وسهلا بك سعادة المهندس أحمد، وما هي هذه المشاريع التنموية التي تمت ترسيتها في شهر فبراير، وما دورها في مواكبة التوسع العمراني في مملكة البحرين؟ أهلا وسهلا أختي الفاضلة. طبعا في البداية أحب أن أتقدم لكم ولجميع العاملين في تلفزيون البحرين بشكل جزيل لإتاحة الفرصة لنا دائما لتسليط الضوء على جميع مشاريع وزارة الأشغال، لا سيما المشاريع الاستراتيجية واللي لها أثر طبعا عالي على تقليل الازدحامات المرورية والمساهمة في التنمية والنهضة العمرانية وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع رؤية البحرين 2030. طبعا أختي الفاضلة، طبعا هو من خلال مجلس مناقصات المزايدات تم في شهر فبراير الماضي ترسية ما يقارب 5 مناقصات بشؤون الأشغال بالوزارة بلغت كلفتها الإجمالية تقريبا 32 مليون و 600 ألف دينار، وأيضا تم طرح 17 مناقصة بلغت قيمتها التقديرية 40 مليون دينار. تأتي طبعا هذه المشاريع في جميع أو تنوعت في جميع قطاعات الوزارة في شؤون الأشغال، وهي قطاعات الطرق وقطاع الصرف الصحي وقطاع مشاريع البناء والصيانة. طبعا تأتي هذه المشاريع التنموية تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة الموقرة وتلبية لاحتياجات المواطنين ومواكبة أيضا للتوسع العمراني اللي تشهد المملكة لله الحمد بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وتحقيق الاستدامة وأيضا تشجيع الاستثمار من أجل نهضة البلد الاقتصادية وأيضا المساهمة في جودة الحياة للمواطنين وفقا لرؤية البحرين 2030. طبعا أختي الفاضلة، أحد أهم وأبرز هذه المشاريع التي تم ترسيتها واللي سلطنا عليها الضوء في وقت سابق خلال شهر فبراير وتطوير شارع الفاتح بكلفة إجمالية تقريبا 29 مليون و 662 ألف دينار. طبعا وتكمن أهمية هذا المشروع أنه يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاع البنية التحتية التي تدعم المسيرة التنموية وتسهم في تطوير شبكة الطرق في المملكة بشكل عام. من خلال هذا العمل أختي الفاضلة على إيجاد أفضل حلول لمعالجة الازدحامات المرورية في المنطقة، حيث أن شارع الفاتح يعتبر شريان رئيسي ناقل الحركة المرورية طبعا في هذه المنطقة في شرق العاصمة بالتحديد، وهو جزء من مشروع أكبر وهو مشروع المنام الدائري الذي يهدف إلى خلق حركة مرورية حرة بدون توقف في العاصمة. طبعا المشروع راح يخفف الازدحامات المرورية اللي يشهد هذا الشارع وراح يرفع أيضا مستوى السلام المروري عليه، ويبلغ طبعا حجم الحالي للحركة المرورية في على شارع الفاتح حاليا 87 ألف مركبة، والمتوقع إن شاء الله بإذن الله تعالى عند الانتهاء من هذا المشروع أن يوفر حوالي 138 ألف مركبة في اليوم. من المؤمل أيضا أن نوفر طاقة استيعابية عالية أيضا تصل إلى 140 ألف في هذا الجانب. طبعا المشروع الثاني في مشاريع الطرق تم ترسيته في هذا الشهر أو الشهر الماضي في فبراير، هو مشروع تطوير معبر المعامير أسفل شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح بكلفة تقديرية تقريبا بلغت 2 مليون دينار. طبعا هذا المشروع هو أحد أهم المشاريع ضمن حزمة من المشاريع وفقا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر بتحسين وتدوير حركة تدفق المياه في خليج توبلي وفقا للمعايير الدولية. أما في ما يتعلق بالمشاريع التي تم طرحها هذا الشهر، هي طبعا كانت تقريبا مثل ما أسلفنا 17 مشروع، كان أبرز أهم هذه المشاريع في قطاع الطرق هو مشروع توسعة وتطوير الجسر البحري الواقع جنوب قناة المعامير وإحنا ما يسمى جسر ألبا، بهدف تحسين الوضع البيئي في خليج توبلي وأيضا تحسين تدفق وتدوير المياه فيه. وتشتمل أعمال المشروع على إنشاء جسر تقريبا يبلغ طوله 150 متر وبعرض 14 متر ويعتبر امتداد لجسر ألبا اللي موجود الحالي بطول 30 متر. نعم. طبعا ليصبح طوله الإجمالي
في النهاية تقريبا 180 متر. وأيضا يأتي هذا المشروع وفقا للحزمة اللي تكلمت عليها من شوي اللي هي بتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. نعم سعادة تفضل سعادة مهندس. الله يخليك، بس أسلط الضوء على قطاع الصرف الصحي والمباني عشان نعطيهم حقوقهم. طال عمرك تفضل. قطاع الصرف الصحي طبعا الله يسلمك كانت أبرز المشاريع اللي تم طرحها للمناقصة، مشروع إعادة تأهيل وتشغيل صيانة مصنع تجفيف الحمأة، وهذا أمر جدا هام في مركز محطة توبري معالجة مياه الصرف الصحي. وهذه من شأن هذا المشروع هو تخفيف الانبعاثات والرائح والسيطرة التامة على الحمأة التي تنشأ من معالجة مياه الصرف الصحي وتحويلها إلى فلترات لاستخدامها كسماد عضوي محافظة طبعا على البيئة. بالإضافة إلى مشروع المرحلة الأولى من أعمال التشغيل والصيانة لنظام المعالجة هايبكس في نفس المركز مركز توبلي، طبعا يحدث هذا المشروع أيضا والنظام إلى تحسين كفاءة المياه المعالجة ثنائيا، وبالتالي زيادة إنتاج المياه المعالجة ثلاثيا في المحطة من أجل طاقة الاستخدامات في مشاريع تجميل الشوارع والتقاطعات الرئيسية، وأيضا المساهمة في التنمية الزراعية والأمن الغذائي وفقا لتوجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه في مشروع الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في مملكة البحرين. أما في مشروع البناء طال عمرك تم طرحها تمثلت في مشروع تكييف سوق مدينة عيسى الذي يهدف طبعا لتوفير بيئة مريحة لمرتادي هذا السوق المهم واكتسابه مظهر حضاري يليق بالتطور والنهضة العمرانية تشهدها مملكتنا الحديثة. نعم. بالإضافة إلى توفير التهوية المناسبة داخل السوق، في الجانب التعليمي تم طرح مناقصتين، أحدهم لمبنى 19 بجامعة بوليتكنيك ويهدف إلى زيادة الطاقة للتعبئة للمبنى، بالإضافة إلى مشروع إعادة تهيئة مدرسة مريم بنت عمران الابتدائية للبنات، وهذه طبعا تهدف الى ضمان استدامتها ورفع قيمتها وكفاءتها من الناحيه التشغيل. بهذه انا قطيت جميع القطاعات الموجوده في شان الاشغال، واشكركم جزيل الشكر اختي اللي اتاحت الفرصه لنا مره ثانيه. نعم. لتسليط الضوء على مشاريع التنمويه في المملكه. سعاده المهندس احمد الخياط وكيل وزاره الاشغال، الشكر الجزيل لك.